الكاميرا الانتقاليه على طريقه الكاميرا الخفيه باش تحاول ترصد لكم ردود الفعل التلقائيه نتاع الناس قدام وضعيات استثنائيه. حبينا نبداو بتونسي نشوفوا شنو ردود الفعل نتاعو. هو تونسي كما تونس الكل يحمل نفس الهموم وتطلعات ويحلم بغد مشرق لتونس ان شاء الله. التونسي هذا كان محور الاحداث في المده الاخيره. حبينا نقربوا له ونحطوه قدام وضعيه غير عاديه ونشوفوا ردود فعله. خويا السلام عليكم. شحولك صباح لاباس؟ برسمك باش ندل عليك في حاجه كنت تعمل عليها مزيان ان شاء الله خير. جيت انا وخطيبتي حبيت عاد قلت انا نتعدى بحذاك هكا زعما انت تعمل لي تحيه جيت باش ندوز فاست انا معاك. قال قلت لك فهمتنيش انت معناها راهو انا باش انا نحييك وانت تعاود تحييني كان فاك لك اللي يحييني نحييك يرحم والديك. انا بجيس باش تعدى انا وياها تو كي هكا بالكهرباء وانت تعمل لي تحيه شنو رايك؟ تحياتي كبير. هاي هاي بارك الله. خبيتك بالعين باش ما تشوفنيش. جيست هكا باش هي تحس هكا بالبرستيج بتاعي وتحسني هكا يدي تعبر ونعبر يرحم والديك راك بعد انا مش خايف تحيوك انا الشخصيات انا الزاوله ما يتحيوش باهي علاش الزاوله ما يتحيوش؟ ليش كل كيفيت يا خويا يرحم والديك كيفيت علاش الشخصيات زي دي حاجه تمشي شنحي يا خويا الله يكثر خيرك وهذه هدية من عند خوك ما ننسيها لكش حياة عمرك الله يرحم والديك. هاي خاطر الجست اللي عملته معايا والله لا ننساه لك والله لا ننساه لك. هيك لخذت برشا ورد تشوفها حاجة يا ولد مش شيخ قلت لي حياك هذاك حياك مش شيخ مش شيخ عادة نحييك والله مش نولي نعبر في دار نسابي مش نولي فخرة واعتزاز يكثر خيرك على خاطر الواحد تعرف يغلبوه نسابه وتعرف شو يصير له ما هو خلاها في القلب وبرا. هاي تفضل تفضل. ودي هدية الخطيب. ودي برص ودي خوي. لا ولد الناس كل تحيي فيها. ربي يفضلك ربي يخرجك. هاي هات ونهز خطيبتي وبرا هاي. اسمعني. نجم نعرض تصويرة مع بعضنا. كيف؟ تصويرة مع بعضنا. علاش تروحوا في الاوروب في الانجلتير في فرنسا كلهم يتصوروا مع يتصوروا في الاوروب وكل انجلتير وكل العالم الكل ان شاء الله يا رب. هذا يا حبيبي ذاك الخطيب اللي قدم شرف بيك عايش قدم ربي عايش ربي عايش ربي عايش والله كبش فيا شد فيا صحيح خلينا نعرض التصويره مع بعضنا. ايش الحلاق الحشمي بلا سمح يا ودي ايش كبشت ولا كبشت فيك؟ قلت لك كبشت فيك انت؟ لا انا كبشت فيك انت باش نقول لك نتصوروا مع بعضنا. كبشت فيك قدام خطيبك. تجيبوا قدامها هي باش تظهر حكايه حقيقيه. ضحكه برسم لديك ضحكه. 55 خويا محلاها تونس هكا. محلاها تونس هكا يا خويا الله يرحم والديك. والله ديما باهي تونس. اسمع الكلاص هنا في في هذه شو يسمى في اللاك غالي شي بلاص اه شو بلاص بلاص اللي اللي الحسوب شنو غالي تجي للاك تلقاه رخيص انت قداش هكا في حدود قداش دينار دينار و500 دينار دينار تحت الخمسة حماس حماس وانا نقول كل برستيج يقول حماس ما جاش البالي باش تطلب كلاس احنا جينا نعملوا في دوره باش نوريها لك وين وبر سلفني 2000 شنو سلفني 2000 العشية نجي فندق جيب لي ورق كرك ورقك انت ورق كرك وبطاقة تعريف بطاقة خطيب بار يا عجبك نجيب سلفك 2000 ما كنتش في خدمة الشعب انت من واحد مستحق خدمة الشعب مش ليك كلاس والله العشية نجيبهم انت غدوة وقتاش تخدم الصباح؟ غادي ما نخدمش غدوة ما عادش خادم هنا الله كبير الشباب بلاص ما عادش خادم ما عادش على جيبها خطيبك هنا يا خويا هي كبشة هي كبشة عندنا برك عندنا برك يا ربي وبعدين شو لا 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 مش خدم العباد عاد شنو هذا؟ يا ولدي ليه نعطي فيك؟ ليه نعطي فيك؟ شنو عندي في العباد؟
تي ونسيس قدام العباد يقول يا عجبك شي تاو يا ودينا يا قاعد نمدل ملا العباد هب ها بار ها وزيد كمل ها 300 بار بار راي بار ما تجيبه بالسميع شوف شوي شوفوا ناس المواطنين بس شوي يا ودي عليه شوف فيك المواطنين شو عاملين شوف فيه المواطنين تعرف تعرف من الناس تخمم فاش تخمم شو عشور وخموس ونعرف شنو يا حشر علي مد بو عمد اي على قالش حبينا ان احد كنت تقول لي كنت تعطي فيا تقول لي عاشور خمو كنت قاعد تلف انا اللي عطيت انا لبس زي ما ديتك الفلوس باهي باهي هاك الورده والله ب 2500 انت عطيتني 2000 تو هذه والله ب 2500 2500 يا ربي يا ربي تمشيش تطلع الكاميرا الخفيه تعال مالي تو هو المنتج لا والله تعال مالي نكلم خطيب تتكلم خوه والله 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 والله